مبكر كما تابعنا الانطلاق في هذه اللحظات من مطار الرباط سلا. إذن حافلة المنتخب الوطني المغربي ستحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير من كما قلنا من مطار الرباط سلا مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر، بعد ذلك لساحة شلة وساحة الملك حسين، ثم الوجهة ستكون شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة ساحة البريد وساحة الحسن وباب السفراء وصولا إلى القصر الملكي العامر كما قلنا، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. إذا نواصل معكم هذه الأجواء المباشرة دائما من خلال هذه التغطية الاستثنائية عبر مختلف قنوات الشركة الوطنية دعوة التلفزة. كل الترتيبات وضعت لإنجاح هذه الاحتفالية المغربية بقلب العاصمة الرباط بصيت عالمي من جانب المنتخب الوطني المغربي الذي سيعيش هذه الأجواء الاحتفالية بعد مسيرته المميزة والتاريخية في نسخة قطر 2022. نترككم هذه الصور وهذه اللحظات التي لن تنسى أبدا في هذا اليوم الاحتفالي الوطني بقلب العاصمة الرباط، عاصمة الأنوار، عاصمة الإنجازات والبداية من مدينة سلا صوب العاصمة.